بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة واحة المسك للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مما ابتلينا به في هذه الأيام التطاول على العلماء والقدح فيهم والحط من قدرهم والنيل منهم وتخطئتهم بغير علم من قبل فئام من الناس بدعوى حرية الرأي والرأي الآخر والتعددية والتسامح وغيرها من تلك العناوين البراقة. إن النيل من العلماء والقدح فيهم سبيل من سبل أهل الزيغ والضلال والنفاق، لأن الطعن فيهم ليس في ذواتهم، إنما هو الطعن في الدين الذي يحملونه وينشرونه. لذلك قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: الطعن في الشهود طعن في المشهود. هم أرادوا الطعن في الدين من خلال شهوده وعدوله. لذلك فقه السلف هذا الأمر فجعلوا منتقص الصحابة زنديقا، كما قال أبو زرعة عن منتقص الصحابة أنه زنديق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن أبي سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديد على المبتدعة. إمام كبير اسمه محمد بن سلمة. فإذا رأيت الرجل يطعن فيه فاتهمه على الإسلام. وهكذا قال يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام، لأن هؤلاء خصوم المبتدعة، خصوم أهل الضلال، وكلاء الأعداء. وهذا الكلام على من تكلم فيهم بهوى أو بجهل. أما من تكلم في العلماء من أقرانهم بلغة علمية فهم ليسوا معصومين، فهذا ليس من هذا الباب. فمن تكلم في أحمد فهو زنديق، ومن تكلم في حماد فهو زنديق، ومن تكلم في اللجنة الدائمة للعلماء فهو زنديق، ومن تكلم في الشيخ صالح الفوزان وعبد الرحمن البراك فهو زنديق. تشابهت قلوبهم، لأن هؤلاء هم العلماء، هم ورثة السلف، هم هذا الموكب الكريم الواصل إن شاء الله تعالى إلى جنة النعيم. لذلك الرد على العلماء ليس من قبل هؤلاء الجهلة وأصحاب الهوى، ليس هو مجرد رد. العلماء ليسوا كتاباً صحفيين، ليسوا أصحاب فلسفات نظرية ومقالات فكرية قابلة للأخذ والعطاء، وإنما كلامهم منطلق من نصوص شرعية ذات دلالات ومعاني وأحكام لا يفقهها إلا من وهبه الله نعمة العلم. لذلك قال فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان ثمة استدراك أو تعقب عليهم فإنما يكون بالأكفاء لهم والأمثال لهم، وليس لمجموعة مهرجين وصحفيين ووكلاء للغرب. قال الشاطبي رحمه الله عن من يميز الأقوال من العلماء، قال: إنها من وظائف المجتهدين الذين يردون على العلماء، فهم العارفون بما وافق وما خالف الكتاب والسنة، وأما غيرهم فلا يميز وليس له في هذا المقام مقام. إحدى الساقطات فكريا تقول قبل يومين: أصبح مجتمعنا يعيش بالتعددية، هيئة كبار العلماء ترى بتحريم الكاشيرات، وأناس آخرون يرون بأنه لا بأس في ذلك. هذه تقول هذا مرتقى كبير يصل له مجتمعنا، أن يكون في الثراء فكري وأن يكون في التعدد في الآراء. إذن هيئة كبار العلماء التي أوصى ولي الأمر بالصدور عنها تعتبر فقط جهة للرأي وجهة للتداول، مجرد من أصحاب أعمدة وأصحاب مقالات وزنادقة من أحضان الغرب. ولكن كما قال ابن المبارك رحمه الله الإمام الكبير عبد الله بن المبارك: حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة: العلماء والسلاطين والإخوان. فمن استخف بالعلماء فقد ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلاطين فقد ذهبت دنياه، ومن استخف بالأخيار الإخوان فقد سقطت مروءته. ولكن كيف يعرف العالم؟
يعرف العالم برسوخ القدم في مواضع الشبه، فالعلماء أطواد ثابتة وجبال شامخة لا تؤثر فيهم الشبهات ولا الآراء الكاسدة. قال تعالى في سورة آل عمران التي تعرفنا هذا المعنى وتعمر عقولنا بالقرآن: والراسخون في العلم، هو بالكتاب الصحفيين، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الراسخ في العلم إذا وردت عليه الشبه وإن ماجت موج البحار ما أزالت يقينه ولا غيرت من عقيدته. ذكر هذا في مفتاح دار السعادة. من ما يميز العلماء خشيتهم ونسكهم وخوفهم من الله عز وجل، لأنهم أعرف الناس بالله. إنما يخشى الله من عباده من؟ كتاب الصحفيين، أصحاب المواقع الإلكترونية المشبوهة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك مما يميز العلماء استعلاهم على الدنيا وعدم رضوخهم لها، بل يبذلون أنفسهم في ذات الله عز وجل تدريسا وتعليما وفتوا ونزولا عند الناس، بينما هؤلاء يكتبون أعمدة وربما تكتب لهم، لكن لياليهم ولقاءاتهم معروفة في أحضان من. كذلك مما يميز العلماء شهادة مشايخهم بالعلم، والعلماء من إخوانهم الذين يصدرونهم ويحثونهم على بذل أنفسهم. مما يميز العلماء دروسهم وفتاويهم ومصنفاتهم التي تنم عن فقههم وعمق علمهم. أما المناصب فليست دليلا على العلم الشرعي، وليس معنى أن من كان في منصب ليس بعالم، لا، لكن ليس المنصب دليل على العلم. كما قال ابن تيمية رحمه الله: المنصب والولاية لا تجعل من ليس عالما تجعله مجتهدا عالما. مجرد ما يكون منصب خلاص صار عالم، أو رمزه الإعلام وصنمه الإعلام الخبيث حتى يجعله مرجع لأنه سيمرر أفكار يراد لها أن تسوق، لا. العالم من عرف بعلمه برسوخه ببذله بصدقه باستعلائه على الدنيا. لذلك ينبغي أن يفرق بين العالم وبين غيره، والناس مع الأسف يخلطون بين العلماء وبين غيرهم. فمنهم من لا يظن هناك مساحة وبون شاسع بين العالم والقراء، وقد صح إسنادا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الحرج. قال العلماء: هذه العلامة ظهرت وقالها طوائف من العلماء، كثرة القراء يقرأوا كتب مقالات ويقرأون ويتكلم ويتشدق ويحاور، لكن ليس عنده علم موروث، ليس عنده تأصيل، ليس عنده رسوخ. وربما يكون عنده دكتورة في جزئية معينة يشققها، لكن لو تطلع فقط إلى الساحل الآخر عامي موغل في عاميته. العلماء هم العلماء الذين فقهوا الشريعة وجثوا بالركب وزاحموا العلماء عند حلق العلم. كذلك منهم من لا يفرق بين العلماء والمفكرين والمثقفين، ممن عندهم ثقافة عصرية وفكرية بالمذاهب والوقائع الغربية ومتابعة ما يستجد من أحداث العالم. ليسوا هؤلاء علماء، هؤلاء مثقفين ومفكرون لهم أدوارهم، التزموا بالجادة وصدروا عن العلماء. أما أن يصدرون ويصنمون ويرمزون كعلماء، هذه خطيئة ينبغي أن يعرف خطأها. كذلك لا بد أن يميز بين العلماء والخطباء والوعاظ. خطباء مصاقيع يهزون المنابر، ووعاظ مؤثرين يؤثرون في الناس، لكنهم خطباء ووعاظ، ليسوا علماء راسخون في الشريعة. ومنهم من يخلط بين العلماء وبين قراء القرآن الكريم، المجودين حفظة القرآن الكريم، فيظن كل من أصبح يقرأ القرآن أنه أصبح عالما يصدر عنه في فتاوى تشرق وتغرب، وهو لا يعدو إلا أن يكون قارئا مجيدا للقرآن الكريم. إذن العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهم المعنيين بقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين يهمنا منها هذه الرواية: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حكمة علم يقضي ويحكم ويعلم ويدرس، وهم الذين جعل لهم عز وجل الريادة والفقه في أمور الدين والدنيا، كما قال الطبري رحمه الله: كيف أمور الدنيا؟ يوجهون الناس إلى الحلال والحرام في المعاملات. ما الذي ورط الناس في الربا؟ ورط الناس في المعاملات المشبوهة جهلهم وهواهم وسؤالهم من لا يثق في علمه.
لذلك قال العلماء عن العلماء: هم فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية عليهم بين الأنام. من اشتهروا بالفتية، بالرسوخ، بالعلم، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، هم أئمة الدين الذين نالوا هذه المنزلة بالاجتهاد والصبر، كما قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هم الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم هؤلاء الخذلة، هؤلاء الوكلاء الغربيين، هؤلاء المنافقون، هم موكب سائر، هم قطار سريع، من أراد أن يركب فليركب، ومن أراد أن يهلك فليهلك. قال العلماء: إذا لم يكن العلماء وأئمة الحديث ليسوا هم الطائفة المنصورة، ليسوا هم أهل السنة، من هم؟ من هم؟ قولوا لي من هم؟ إذا لم يكن هؤلاء سادات العلماء الذين يبينون أحكام الحلال والحرام، إذا لم يكن هؤلاء هم الناجية المنصورة، هم الطائفة، من هم بالله عليكم؟ هم المعنيين. قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء هم العلماء، هم هداة الناس، هم أئمة الدين والدنيا، لهم المكانة العظيمة. لذلك قال عز وجل مبينا أن طاعتهم واجبة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا بد أن تعرف لهم هذه المكانة. ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، بل منهم من فضل العلماء على الأمراء لأنهم هم أفقه الناس بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم من أشهدهم عز وجل معه ومع ملائكته في أخطر قضية. وهل يستشهد غير العدول؟ هل يستشهد الناس الذين ليس لهم وزن؟ لا يستشهد للعدول. الله كما قال العلماء أشهدهم لأنه يعدلهم بذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، أولو إيش؟ أولو الأقلام المسمومة، أولو الأعمدة الصحفية الساقطة، يستدركون على أئمة كبار شابوا في الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائم بالقسط. وهل يحتاج أحد أن يشهد معه؟ كفى بالله شهيدا. ولكن أراد أن يبين شرفهم، لأنه يراد الحق من قدرهم، والله يبين مكانتهم سبحانه وتعالى. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوون؟ لا والله لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما قال درجة، درجات، بما وهبهم عز وجل من العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء،